اخبار مدهشه. عملتي ايه؟ اولا الليله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وبعد جمعه مش فاهم يعني اللي هيقرا الفتحة وبعد جمعه تكتب الكتاب. وحياه ربنا مبروك يا رشيده، تعالي ما احكيلي. الف مبروك يا رشيد، اقبلك يا زينب. لكن انتوا لحقتوا، احنا بقالنا شهرين بنتقابل. وايه يعني شهرين؟ طب ده انا كنت مستكتراهم وهو فضل ساكت لحد ما حركته النهارده. اتاري كان هيتحرك من نفسه. قوليلي وحركتيه ازاي؟ وقفت في وسط المفارق وقلت له قدامك سكتين، ايه ضغط نجميه مش هتشوف وشي تاني. يخرب عقلك، في واحده تحب واحد وتقول له تعالى اتجوزني؟ لو النبي اسكت لحد ما يسافر اوروبا وتيجي خواجايه تلطشه مني. انا تفكيري غير كده خالص.